Valor oyana. كلنا نعرف توجه الاتحاد الآسيوي بالسنوات الأخيرة نحو العلمية والمهنية بتطوير كرة القدم، وكثير أوجه رخص للأندية وعقود وأنظمة داخلية جديدة وقوانين جديدة وسلوكيات جديدة يفرضها الاتحاد الآسيوي على أهل اللعبة، طبعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهل اللعبة. ومن هذه الأمور هي الدورات التدريبية اللي أصبحت ملزمة لكل مدرب أنه يعمل وفق مستوى معين من هذه الدورات، أن يأخذ سي بي أي، السي لفئة معينة والبي لفئة أعلى والأي لفئة أعلى، وأعلاهم طبعا دورات البروفيشنال. والعراق واحد من أقل الدول بعدد المدربين المرخصين، رغم كثافة الدورات بالسنوات الماضية. هواية سمعنا عن دورات أي وبي وسي أقيمت بالعراق بمختلف محافظات العراق، لكن رغم كل ذلك الاتحاد الآسيوي يعتبر العراق من الدول المتأخرة بمسألة كمية ونوعية المدربين المرخصين. موضوعنا اليوم حول الدورات التدريبية، راح يكون معنا ضيوف حول هذا الموضوع. وأيضا الشيء الملفت والرائع بموضوعنا اليوم هو أنه محافظتنا العزيزة، محافظة البطلة المنصورة إن شاء الله الموصل، قبل فترة أقيمت فيها أول دورة تدريبية لأبناء المحافظة الأعزاء بعد تحريرها من براثن داعش واكتمال عراقيتها الحمد لله. الآن أقيمت فيها دورة قبل فترة للمدربين، مدربين المحافظة على أنقاض الرياضة بهذه المحافظة العزيزة، على أمل أنه تكون هذه الدورة هي شعاع لعودة النشاط الرياضي لمحافظة الموصل العزيزة. الدورات التدريبية وأثرها على كرة القدم العراقية راح نتابعها بحلقة اليوم. نبدأ أولا بتقرير لزين السراج. أربعون دورة أقامتها اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم العراقي خلال هذا العام، تنوعت ما بين التدريبية والبدنية بمختلف فئاتها ومراحلها ما بين السي والبي والأي. المحاضرون الآسيويون جابوا مختلف المحافظات العراقية من أجل إقامة هذه الدورات، ولم يبخلوا بجهدهم أبدا من أجل تخريج المشاركين. فناهيك عن المحافظات العراقية الآمنة، كان التواجد أيضا في المحافظات الساخنة كديالة والأنبار والموصل، والتي أقيمت فيها ولأول مرة دورة تدريبية آسيوية، مما يعطي انطباعا جيدا عن مدى الحركة الدؤوبة والتي تقوم بها هذه اللجنة خدمة للكرة العراقية ولإيصال المعلومة العلمية الصحيحة لمختلف المدربين الشباب، والذين انخرط معظمهم في هذه الدورات الدولية أملا بالحصول على الشهادات التدريبية. لكن في مقابل ذلك، هل كل من لديه هذه الشهادات يستحق أن يدرب؟ وما هو المعيار الحقيقي لتولي المنصب الفني؟ وهل إن الشهادة أصبحت كل شيء؟ أم أن هنالك مواصفات أخرى يجب أن تتواجد في المدرب كي يحصل على الفرصة التدريبية؟ زيد السراج للاعب 12. الكابتن كريم فرحان، عضو اللجنه الفنيه باتحاد الكره العراقي، معنا عبر التليفون. كابتن، بدايه شكرا على وجودك ويانا وعلى وقتك وحضورك معنا باللاعب 12 وبالشرقيه اليوم. بالتاكيد يعني بصلب عملكم كلجنه فنيه باتحاد كره القدم مساله الدورات التدريبيه، ومثل ما سمعنا التقرير 40 دورة تدريبية ما بين فنية وبدنية أقيمت في العراق خلال العام الحالي خلال 2017. تشوف إحنا على الطريق الصحيح ككرة قدم عراقية بمسألة كمية ونوعية الدورات التدريبية اللي تعطى بالعراق؟ بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي ديان لك وإلى برنامجك وإلى قناتكم الموقرة. نعم صراحة أريد أبدي وأقول غمرتنا فرحة غامرة أن قمنا الدورة التدريبية الأخيرة في آخر محافظات العراق بالنسبة لنا اللي هي في الموصل. الحمد لله. حاليا نقدر أن نقول ونستطيع قبل ما كنا نقدر نقول حققنا الدورات في جميع محافظات العراق. الحمد لله. نعم نعم هذا العام أقمنا لحد الآن 40 يعني في عام 2017 عندنا 40 دورة تدريبية مختلفة من الـ A والـ B والـ C وحتى الدورات الـ D وشملت كافة محافظات القطر. النعمة الكبيرة لهذه الدورات صراحة هي تتلائم مع ما يتطلبه الاتحاد الآسيوي الدولي خاصة فيما يتعلق بالتراخيص. نعم. لأن واحد من شروط التراخيص ما يجوز أي مدرب يتعاقد ويا النادي إذا ما عنده يحمل أحد الشهادات التدريبية وكل من حسب مستواه. أكيد. يعني الفريق الأول لازم يكون أي واللي بعده بي وسي وأكو. يعني في عام 2020 راح يطبق الاتحاد الآسيوي مدربين المنتخبات ومدربين الفرق اللي تشترك في بطولات آسيا يجب أن يحصل المدرب عليها على بروفيشنال اللي هي أعلى من الأي. أي نعم. فإحنا دائما نقول الدورات التدريبية ما تسوي مدرب ولكن تطور المدرب تطور وخاصة المحاضرين اللي يجون محاضرين معتبرين من الاتحاد الآسيوي ويحملون آخر مستجدات علوم كرة القدم في الجانب النظري وبشكل خاص في الجانب العملي. احنا صراحة كان الزخم الكبير في الدورات هو عام 2016 لأنه بوقتها ظهرت التراخيص فكان هناك إقبال كلش كبير. في عام 2016 أقلنا 50 دورة وهذه الدورات يعني ليس بالسهل يعني هذه تتبرمج وفق يعني أجندة الاتحاد الآسيوي ويحتاج لها جهود كبيرة ومن هالمنبر يعني أقدم جزيل الشكر والامتنان لإخواني في اللجنة الفنية الكبير اللي يشتغلون على قدم وساق لتهيئة هذه الدورات وأقرب الدول اللي إن ما تستطيع أن تنجز نص هذا العدد اللي إحنا جاي نسويه في أحد الأحيان وفي 2016 وحتى 17 كان هناك تزامن يعني قبل كنا إحنا يادوب نقيم دورة واحدة بالوقت في 16 و17 كان هناك 4 دورات تشتغل مع بعض في بغداد والمحافظات الأخرى ومختلفة من الأي والبي والسي والدي. هذا يدل على أنه الاتحاد واللجنة الفنية والتطوير بالذات اكتسبت خبرة كبيرة لإقامة هذه الدورات ويمكن انعكست على مدربينا ونتمنى أنه تكمل التراخيص حتى يأخذون استحقاقات كابتن ال- 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 نعم. 40 دورة بها عدد كبير يمكن من المشتركين يعني إذا ضربنا الأربعين في معدل الدورة 24 أي في 24 إذا ضربنا الأربعين دورة في 24 راح يطلع لنا يعني برقم ما نقدر يعني 800 مدرب. زين الاتحاد الآسيوي بهذه المرحلة يفكر بتخريج مدربين بكمية يعني يفكر بالكمية ولا يفكر بالنوعية كابتن؟ لا هو أنت الاثنين ترى ما مفصولات عن بعض. إحنا الدورة الأساسية اللي هي B واللي بعدها أيضا الأساسية الثانية C هذه إحنا بالنسبة لنا نعتبرها استحقاق لأي شخص لعب كرة القدم أو يريد يمارس مهنة التدريب بكرة القدم. بعدها راح تكون طبعا لكل دورة أكو شروط. طيب. يعني البي لها شروط السي أكثر شروطها البي أكثر بعد شروط من السي والأي أكثر شروط. يعني إحنا نفسح المجال لأي واحد يدخل بي وسي لكن عند البي لا هناك معايير لازم يكون مارس كرة القدم وخاصة بالمستويات. عندنا استثناءات إحنا لهذه الدورات بي والأي يفضل أن يكون لاعب منتخبات وطنية مدرب منتخبات وطنية عنده خبرة ومجال التدريب فترة واسعة يعني حاصل على إنجازات مشاركات
والأي بعد أكثر من هذه الشروط، لازم يجيد استخدام الحاسوب، لازم يعرف شلون يشتغل على برنامج الباوربوينت والإنترنت، لأنه أكو هناك تقديم للعروض والبرزنتيشن للمدربين واستخدام الحاسوب بالعرض، فهواي أكو شروط. وحتى اللغة الإنجليزية، يعني كل ما يصعد يحتاج اللغة الإنجليزية أكثر. أنا قلت هذه الدورات تطور المدربين في الجوانب النظرية والجوانب العملية بالذات، اللي هي أساس عمل المدرب في الميدان. ومن جانب التحليل، يعني أكو بالمنهج صراحة مواضيع عديدة وكبيرة، يعني ما تخفى على المشاركين. أكيد إحنا تقريبا يعني خلال هذه السنوات، بس هي متداخلة، يعني اللي ياخذ شيء بعد أكو فترة زمنية سنتين من حقه يدخل إلى البي، وبيها سجل أداء وعمل، يعني لازم يشتغل بهذه السنتين. اللي ياخذ بي بعد سنة يحق له يدخل الأي، ومن الأي إلى البروفيشنال سنتين، فمو بسهولة ياخذ يعني شهادة السي والبي والأي والبروفيشنال، يغادر فترة طويلة وساعات عديدة بالجانب النظري والعملي، يلا يشتاق هذه الدورات وتكون فائدة ومفيدة لنا. طيب كابتن، تشوف تشوف على يعني 2017 800 مدرب، رقم مو قليل، يمكن أعلى بهواية من يعني الفرص الموجودة أصلا للعمل بالعراق، يعني ولو أنه 800 مو كلهم أي حتى يشتغلون بالمستويات العالية. أنا أقول لك معظمهم سي. طيب اليوم هذه 800، هل هذا العدد يخضع لنسبة وتناسب بالنسبة لعدد الأندية، عدد العاملين؟ يعني الاتحاد الآسيوي يقول لكم يابا أنتم المشتغلين بالرياضة مثلا خلينا نقول مليون، لازم عندكم هالقد مدربين، هذه العملية تخضع للإحصاء للنسبة وللتناسب، ولا إحنا الأمور مجرد إحنا عندنا 800 مدرب حاصل على شهادة؟ هو بالتأكيد، يعني قلت لك هسه أنا لو أعكس السؤال عليكم أيضا تعيش واقعنا، قلت أكو مدارس كروية وأكاديمية انفتحت خاصة انفتحت في العراق، هواية جدا. فإحنا راح أقول لك شنو هدفنا باللجنة الفنية التطوير، يعني هو هدفنا تطوير اللاعبين. لا يمكن تطوير اللاعبين إذا ما نطور المدرب، فمن خلال تطوير المدرب هو اللي راح يطور اللاعبين. فصار عندنا مبدأ بعد ما أنجزنا عدد كبير من الدورات التدريبية، وخاصة فيما يتعلق بدورة الدي والسي، وبالذات الدي أتحنا المجال حتى لمدربي المدارس الكروية اللي احنا قبل نسميها كل الأحيان فرق شعبية. الفرق الشعبية واللي يمارسون تدريب كرة القدم سواء بالأكاديميات أو المدارس أو الفرق الشعبية، فسحنا لهم مجال يدخلون بالدورات الدي والسي بالذات. من مبدأ بسيط، يعني يا الأفضل أستاذ، يعني أنه يكون المدرب واعي ومتعلم أم غير واعي وغير متعلم؟ أكيد واعي ومتعلم. معظم المشاركين إحنا سبقينا نشرف، يعني جونا مدربين عندهم مدارس كروية وفرق شعبية، فلما دخلناهم بالدورات وشافوا هذا الأمر صراحة قالوا لي أول مرة إحنا ندخل وندرس ونعرف هذه الأمور، كنا ما فيها هيك يعني على الله شلون نقول، يعني بدون علميه بدون هذا. فبعضهم قدموا طلبات انه اللجنه الفنيه تشرف على مدارسهم الكرويه، وهذا هدفنا الاساس. نحن من راح ندخل في هذه المدارس الكرويه اللي هي القاعده الاساسيه لكره القدم، وين هي هاي المدارس الكرويه؟ الاكاديميات، وايضا المدارس العاديه في التربيه يعني. وفتحنا اطار التعاون مع وزارة التربية، وأقمنا لهم 3 دورات تدريبية أولية في الدي، وراح نخصص لهم دورة تدريبية في علما لمدرسي التربية الرياضية ومدربي المنتخبات التربية في وزارة التربية. وأيضا فتحنا التعاون مع وزارة الشباب وأقمنا لهم دورة تدريبية أولية، وحتى في راح نقيم لهم لمدربي كرة القدم في المنتديات الرياضية في كافة المحافظات. فاحنا جاي يعني اللجنة الفنية والتطوير جاي توصل مو إلا من خلال الاتحاد مباشرة، جاي توصل إلى القاعدة الأساسية اللي هي قاعدتنا الأساس وين؟ بالفرق الشعبية والمدارس.
طيب والممتاز نعم. طيب كابتن، غالبية المحاضرين الآسيويين اللي يجون للعراق هم طبعا من الأردن الشقيق، إخواننا أصحاب تجربة كبيرة. نعم، وسوريا أيضا ولبنان والأردن والبحرين والكويت أيضا. طيب يعني من الأردن ومن سوريا. يعني الاتحاد الآسيوي يعمد إلى أنه البلد القريب أو البلد باللغة المفهومة أو الأجواء المثالية القريبة أو يعني التشابه بين التفكير والثقافات، هذا الاتحاد الآسيوي هو اللي دا يعمل من أجله ويبعث لنا محاضرين من الأردن ومن الكويت ومن لبنان ومن سوريا. يعني ليش ما شفنا محاضرين بدورات الأي من دول شرق آسيا، من الدول المتقدمة؟ لو الوضع الأمني شوية. دورات. نعم أستاذ، يعني أقلنا دورات جونا من جيراننا إيران. نعم. وأيضا إجانا من الكويت ومن البحرين. نعم، عامل اللغة مهم، وخاصة بالدورات التدريبية الأساسية، يعني اللي هي مثل ما قلت لك الدي و سي، كل ما يصعد يحتاج لغة إنجليزية. يعني ممكن الأي والبرو ممكن تستخدم محاضرين مو إلا لغتهم عربية، بس صراحة احنا عندنا من خيرة محاضري آسيا في دول الجوار. يعني عندنا فجر إبراهيم من محاضري النخبة، نهاد سوقار، زياد عقوة، دول ناس من محاضري النخبة في الاتحاد الآسيوي. نعم. وأيضا احنا عملنا من جانب آخر على طبعا لحد عام 2015 ما كان عندنا في المعايير الجديدة للمحاضرين الآسيويين ما كان عندنا أي محاضر عراقي، علما أنه إحنا كنا قبل محاضرين بالتسعينات، بس ابتعادنا عن الاتحاد الآسيوي الحضر الكروي ما صار عندنا محاضرين على يعني على المعايير الجديدة لغاية 2015. بدينا نشتغل على إعداد محاضرين. حاليا عندنا في العراق 6 محاضرين عاملين وأربعة آخرين جايين هيئهم، فراح يصير عندنا 10 محاضرين بدأوا يأخذون دورات البي والسي، وبدت أيضا البي. فاحتياجنا احتمال بعد هاي السنة فقط للمحاضرين اللي من خارج العراق، بس للأي والبروفيشنال، ولا يعني جاي نطور بهم إلى حين ما العراق يرجع إلى سابق عهده، هو أبو المحاضرين، هو أبو كرة القدم، هو المعلم. فإن شاء الله خلال السنوات القادمة يعني راح يكون هناك اكتفاء يمكن ذاتي من المحاضرين العراقيين. طيب كابتن، اليوم يعني وفق المتطلبات الجديدة حضرتك ذكرت بسنة 2020 المدربين اللي يعملون بالبطولات الآسيوية الهاي ليفل بالمستويات العالية، كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، وأيضا دوري أبطال آسيا، المدرب لازم يكون عنده برو. وإحنا يعني اليوم يعني خلصت 2017، ما ظل لها شيء ان شاء الله، و يباقي لنا سنتين على هالموعد، ومدربين اللي بالبرو يمكن قليلين كلش، يعني اللي فعلا حاصلين عليها ما يتجاوزون ال 15 مدرب عراقي ماشيين بالطريق الصحيح للاستحصال لإقامة دورات برو واخذها. نعم طبعا، الحد 2014 او 15 ولحد الآن تقريبا أكو يعني عدد قليل جدا، كانوا 2 فقط حاملين شهادة البرو، وأصبح العدد يعني راح يتجاوز 20، لأنه أقمنا دورة بروفيشنال للمدربين العراقيين في قطر، انتظم بها 24 مدرب، 18 مدرب عراقي و6 يعني صراحة احنا ما اريد اقول تفضلنا على اخواننا العرب، يعني منهم نبيل معلول وسامي الجابر واسماء كبيره، ومن سوريا ومن اليمن ومن فلسطين، اخواننا دولة دخلناهم في دوره البرو في قطر اللي هي خاصه بالاتحاد العراقي، لكن تقام لاسباب شلون نقول لوجستيه، والمحاضرين ما كانوا يقدرون يجون الى العراق، فراح يصير عندنا بحدود يعني 30 او اقل شويه 30 مدرب خلال هاي السنه. عندنا احنا دوره ماخذين موافقه دوره بروفيشنال تقام في العراق في نهايه هذه السنه، تبدي في نهايه هذه السنه، نتمنى انه ان شاء الله يعني
نستكمل إجراءاتها ويدخلون بها، بس أكو هناك شروط صراحة. واحدة من الشروط اللي جبتك إياها من الأي إلى البرو هي كانت في شهر 2، يعني دورة البروفيشنال في العراق في شهر 2 ومتفقين مع المحاضر، لكن يحتاج سنتين بعد الأي. معظم صحيح. المدربين المشاركين كانوا أقل من سنتين، يمكن تنتهي سنتين مالتهم في شهر 11 أو 12، فإن شاء الله نسعى إلى أنه تكون في شهر 12 إذا ممكن نفتح دورة برو خاصة للمدربين العراقيين اللي راح يدخلها تقريبا 24 مدرب، فيصير العدد بحدود، يعني هي تاخذ على مدار سنة، يعني لحد 2018 نهايتها راح يصير عندنا حوالي 50 مدرب يحمل شهادة. بعدنا رغم كل هذه الدورات كابتن، يعني سؤال أخير أخذ من وقتك هواي يعني آسف، بس ما زلنا احنا تحت الخط المطلوب من عدد المدربين، يعني كيف تنظر الى عدد مدربينا ونوعيات المدربين المرخصين طبعا ونوعياتهم مقارنه بالدول الاخرى؟ الاتحاد الاسيوي شو يعتبرنا؟ عددنا زين؟ عندنا كميه مطلوبه لو قليلين؟ هذا سؤالك جيد وشكرا على السؤال وراح اجاوبك. صراحه احنا بالاتحاد الاسيوي بالاتحاد الآسيوي سيرونا قالوا يزيد عندكم عدد مدربين، لكن قلنا لهم بحدود 1500 مدرب، بس بعضهم هو أخذ السي والبي والأي، خلينا نقول 1200. فقالوا هذا العدد قليل جدا وجدا. جيرانكم اللي بصفكم إيران عندهم 10,000 مدرب مسجل وحاصل على شهادات تدريبية ويقولون هذا قليل. اليابان عندهم 20,000 مدرب ونسبة إلى اليابان يقولونهم أيضا قليل. أريد بس أخبرك أنه يعني ما أريد أقول مقارنة، ألمانيا اللي حازت على كأس العالم في 2014 عندهم بحدود 40,000 مدرب، وإحنا مو قلت لك عندنا 2 بروفيشنال كانوا، هم عندهم 809 مدرب حامل شهادة بروفيشنال في عام 2014. ما تشوفهم ياخذون كابتن، ما تشوفهم ياخذون كاس العالم؟ احنا حلم علينا نوصل لكاس العالم. اذا يعني وصلنا الحقيقه انه الشهاده لها قيمه اكيد في تطوير المدربين، وهذول معظمهم تعرف وين يشتغلون 809؟ اي معظمهم يشتغلون في الاكاديميات والمدارس الكرويه الاساس اللي هي التطوير الاساس. فأنت حكيتها وهذا الواقع، يعني كثرة الدورات التدريبية والمستوى العالي بالذات يطور كرة القدم، وإن شاء الله يا ربي إحنا ماشيين بالطريق السليم والصحيح، بس هو كرة القدم يراد لها فترة وفترة طويلة للتطوير. يعني أنت تعرف ما ممكن بسنة واحدة أو سنتين أو ثلاثة، اليابان هسه مخططة ل 2050 تحصل على كأس العالم. يعني بالمؤتمرات الجاية من يجون الاتحاد الآسيوي قال راح نعيد النظر، لأنه الخطوات الأولى ما مشت صحيح، فاحتمال راح نبعدها. شوف لي وين العالم جاي تفكر. طبعا 2050 وجوز أبعد. فإحنا كرة القدم ما ممكن اليوم وليلة تريد تسويها، يعني هاي البرامج التطويرية يحتاج لها أقل شيء في الدورة دورتين كأس العالم، يعني يقول 4 سنوات 8 يلا يبين. يعني إذا بديت بالأساس تشتغل ويا عمار 6 سنين المفروض 6 ما فما فوق، هذا شو وقت اللي يبين العمل على المنتخبات بعد 12 سنة؟ يعني كل دورات كأس العالم 12 سنة راح تبني الأساس الصحيح لفرق الناشئين والشباب والأولمبي، ثم النتائج تفوز. وقدامك ألمانيا لعبت بكأس أوروبا بما لعبت الفريق الأول، لا بالشباب مو كأس، بالقارات القارات كأس القارات أفضل كأس القارات، وأخذ بالرديف لعبت، معدل أعمارهم كانوا 22. بعض الناس اللي تخطط ما تهتم للنتائج لهاي الفئات، وإنما تخطط على البعيد، وأخذوا تحت ال 19 وتحت ال 21. هاي منين نتيجة القاعدة الصحيحة لهم اللي هو البناء الأساس؟ فماكو شيء نخاف منه من زيادة قاعدة المدربين، وخاصة حملت يعني شهادات الدنيا اللي هي تنتشر وين بالمناطق الشعبية والمدارس لتطوير القاعدة. كل الشكر الجزيل لك الكابتن كريم فرحان عضو اللجنة الفنية
اتحاد كرة القدم العراقي، شكرا على حضورك وعلى تواجدك ويانا، وعلى حقيقة معلومات قيمة ومهمة جدا تفيد أهل الشأن، تفيد أهل الاختصاص. نتمنى فعلا أنه هذه الدورات التدريبية ما تكون للمدرب جسر أو وسيلة للعمل. العمل يجي، الفرصة تجي، لكن صدقوني هذه الدورات السي والبي والأي، يعني التقينا بهواية مدربين كانوا لاعبين وكانوا نجوم وكانوا كباتن للمنتخبات الوطنية ومدربين على مستويات عالية من الإنجاز والعمل والتخطيط. دائما يذكرون لي مثلا، يقولوا هاي الدورات التدريبية معلومات مبعثرة يمين ويسار وفوق وتحت وشمال، تجي هاي الدورات تنظمها وتخليها بفايل وتعلمك الطريق الأقصر والسليم والمستقيم لتحقيق النجاح. فهي دعوة لمدربين الشباب فعلا يستثمرون كل دقيقة وكل معلومة تجيهم بهذه الدورات التدريبية، لأنها مهمة جدا وتساعدهم على أن تخلق شخصية كبيرة للمدرب. واحد من المحاضرين الآسيويين اللي نفتخر بتواجده بالاتحاد الآسيوي كمحاضر معتمد، الكابتن حميد مخيف، اللي أقام دورة تدريبية لأبناء محافظة الموصل الغالية المحررة. نسمعه ونرجع لكم. دورة فيها ثلاثة اختبارات، عملية ثلاث في الملعب، وقانون وامتحان نظري عام ونظري خاص، وكانوا يعني المشاركين قمة بالانضباط والالتزام وطلب المعلومة، وهذا ما شجع المحاضر والمحاضر المساعدين على تقديم الأفضل لهذه الدورة. تستحق مدينة أم الربيعين أن يكون مدربيها بأوائل مدربي العراق لما عانت، وإن شاء الله نكون عون مساعد للمدربين لخدمة بلدنا الحبيب العراق. 800 مدرب بال 2017 مرخص، وقبلها أيضا أكو مجموعة من المدربين ما نعرفهم بالأرقام بالضبط. هذول 800 يمكن 900 أو 1000 أو أكثر، ما نعرف الرقم الدقيق، كلهم بحاجة إلى فرصة. قبل شوية دكتور كريم فرحان عضو اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم قال هو المدرب مو اللي يعمل بنادي، ممكن يعمل بمدرسة، ممكن يعمل بأكاديمية، ممكن يعمل بالدرجات المختلفة بالدوري العراقي الممتازة والأولى وغيرها. عدد المدربين والتخطيط لمنحهم هذه الفرص، هذا شيء مهم وضروري ومكمل رئيسي لتحقيق قاعدة تدريبية عالية المستوى بالعراق. نتابع هذا التقرير. أكثر من 1000 مدرب قد انخرطوا في دورات تدريبية تختص بمجال كرة القدم، ويقول الاتحاد الآسيوي أنه عدد قليل قياسا بالبلدان الأخرى المجاورة والتي تفوق العراق بأضعاف هذا العدد، مما يؤكد أن البلد متأخر كرويا في هذا المجال، مع الاتهام الآسيوي له بالضعف من ناحية العدد ووجود عدد كبير من الأندية والأكاديميات الكروية. وربما يعتبر هذا العدد ليس هو الحقيقي للمدربين والذين شاركوا في هذه الدورات مع دخول المدرب الواحد للدورات الثلاث، بل هو يعطي الأرقام بالمجمل دون الإشارة إلى الأسماء، والتي لو رجعنا إليها فقد يكون العدد ربع أو نصف الذي ذكر في بداية التقرير. وهنالك أسباب كثيرة كانت وراء تأخر العراق في هذا المجال، منها الحصار الاقتصادي والذي استمر على البلد حتى عام 2003، والحظر المفروض على الدورات والتي توقفت حتى بعد انطلاقها مرة أخرى عام 2012، وأمور أخرى تتعلق بالبناء والتخطيط والتنظيم العام للكرة العراقية على مستوى الأندية والمنتخبات. سيد يوسف فعال اللي دائما يسعدنا برأيه وبصوته وبتواجده ويانا باللاعب 12 وبالشرقية ويانا اليوم عبر التليفون. سيد يوسف مرحبا بك دائما،
بالشرقية وباللاعب 12. وحقيقة شكرا على حضورك وعلى تواجدك اليوم. العراق بال 2017 سووا 70 دورة تدريبية ما بين فنية وبدنية، عفوا 40، وهذا الرقم رقم عالي. السيد كريم فرحان قبل شوية كان ويانا قال 800 مدرب عندنا حصلوا على الترخيص على الشهادة بال 2017، معناها عندنا 800 فرصة عمل يجب أن تتوفر. هل من يتحمل مسؤولية توفير هذه الفرصة؟ الوزارة، الأولمبية، الاتحاد؟ بالتأكيد هم المعنيين الأول بهذا التوجه، لكن شلون؟ مساء الخير لجميع مشاهدي قناة الشرقية وللبرنامج المميز اللاعب رقم 12 والذي يعده الزميل المتألق الدائم فيان. بصراحة زميلي العزيز، هذه مشكلة المشاركة في الدورات التدريبية والحصول على الشهادات الآسيوية هي ضرورة ملحة لتطوير قدرات المدربين العراقيين، لا سيما أن هناك قصور واضح في العملية التدريبية سواء في الدوري الممتاز في الدرجة الأولى وفي دوري الفئات العمرية، هذا لا ينكر. والدليل بأن هناك وفرة من المدربين أصحاب الشهادات التدريبية وندرة وقلة في المواهب، وكلما شحت المواهب وندرت اللاعبين الذين يستطيعون من تمثيل المنتخبات الوطنية بوهج متصاعد، هذا دليل أن هناك شلل في الجانب التدريبي، في الجانب التنظيمي، في الجانب الإعداد اللوجستي الإداري، وهذا كله هو يعود إلى أن عدم هناك توافق بين رؤية أصحاب الشهادات التدريبية وبين المنتج البشري سواء بالنسبة للفئات العمرية أو على صعيد الدرجة الأولى. وهذا يعود إلى أن اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم أو اتحاد كرة القدم يتعامل مع الدورات التدريبية من أجل الحصول على شهادة فقط تجيز له العمل، بعيدا عن وضع استراتيجي واضح لأصحاب الشهادات التدريبية من خلال متابعة عملهم، توفير الفرص التدريبية، أو يكون هناك تنسيق. شلون سيد يوسف يعني احنا اوكي الاتحاد هسه يسمعنا يقول انت تدافع على الاتحاد، لكن الاتحاد مليان اغلاط واخطاء جسيمه ولا تغتفر سواء بالتنظيم او بالاداره وبكل الامور. لكن احنا اليوم خليني انا مكان سيد عبد الخالق مسعود، راح يقول لك انا عندي 4 منتخبات او 5 منتخبات، لا انا اقدر اعين مدرب مرخص بنادي ولا اقدر اعينه باكاديميه ولا اقدر، انا هذه فرصتي 5 6 فرص انا اقدر اوفرها لمدربي منتخبات وطنية مع أجهزتهم الفنية. شنو الاتحاد القدم شو يقدر يسوي بعد؟ هي بعيدا عن الحصول على فرصة مع المنتخبات الوطنية أستاذ فيان، لا أقصد المنتخبات الوطنية ذات المستويات العليا زين، ولكن على اتحاد كرة القدم أن يقوم بعملية استبيان فحص لتكوين قاعدة بيانات، هل المدربين الذين اشتركوا في الدورات التدريبية كانت هذه الدورات محطة لتطوير قدراتهم؟ هل استفادوا من هذه الدورات؟ هل عملوا مع فرقهم؟ وذلك من خلال توزيع استمارة على الاتحادات الفرعية الموجودة والمنتشرة في جميع المحافظات العراقية، وبالتالي تكون هذه قاعدة بيانات. هذا جانب. الجانب الفني يمكن أن توفر هذه من خلال إقامة بطولة الجمهورية لفرق الفئات العمرية، أشبال ناشئين براعم وهكذا، ولكن نحن نعتمد على كيفية أن يحصل المدرب على شهادة ثم يكون في معزل عن ممارسة المهنة والحصول على فرصة تدريبية وغياب الخطط الواضحة لتطوير هذه اللعبة. لدينا وفرة في اللاعبين، وفرة في المدربين، ولكن المنتج قليل. هذا جانب. الجانب الفني على اتحاد كرة القدم أن يختار محاضرين آسيويين بمستوى عالي يمكن أن يخدم المدربين من خلال الضغط بمعلومات. ليش دا يجون هسه مو على مستوى عالي سيد يوسف؟ اللي دا يجون هسه مو على مستوى عالي؟ كانت الدورات التدريبية الآسيوية سابقا
كان المحاضرين على مستوى عالي ومن جنسيات مختلفة من هنغاريا من الدول الأوروبية، ولكن الآن يا أستاذ فيان أغلب المدربين المحاضرين الآسيويين هم من دول عربية شقيقة، ولا يمكن بمستواهم التدريبي أن يكون بمستوى أعلى من قدرات المدربين. بس معتمد من الاتحاد الآسيوي سيد يوسف، معتمد هذا الاتحاد الآسيوي، لا أني ولا أنت ولا الاتحاد العراقي، هذا معتمد من الاتحاد الآسيوي. الاتحاد الآسيوي يقول سير من المحاضرين، هذا معتمد وأني أثق فيه أنه يقدر يخلق لي مدرب بالسي وبالبي وبالأي. المنهاج خليل الاتحاد الآسيوي. كابتن أنت سيد العارفين، المنهاج خليل الاتحاد الآسيوي والمدرب حرية تطبيقه. طبعا المنهاج ثابت ومقرر ومعد ومتفق عليه في اللجان الفنية في الاتحاد الآسيوي، لا يمكن تغييره ولا بد من إكماله خلال الدورة التدريبية، وحتى عدد المشاركين يتم الاتفاق عليه دون زيادة أو نقصان، هذه يعني بديهيات. ولكن من يحق الاتحاد المعني أن يختار نوعية محددة من المحاضرين الآسيويين الذين باستطاعتهم من تطوير المعلومات التدريبية من خلال الخزين التراكمي للمحاضر، لكي يقدم يعني طبق دسم من المعلومات التدريبية إلى المدربين المحليين. إحنا نعرف بأن أغلب المحاضرين الآسيويين بصراحة هم يتقاربون من حيث الفكر التدريبي وحتى النهج الخططي للمدربين العراقيين، ولكن لو كان هناك عمل صحيح دقيق وفق رؤية واستراتيج واضح للتطوير، طيب، ونكسر قيود العمل الكلاسيكية أن نتطور ونخطي خطوات واثقة، لابد أن يكون هناك تعاون بين وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية، اتحاد كرة القدم، للملمة شمل المدربين ومنح من يستحق سواء في العمل في الأكاديميات أو المدارس أو المراكز التدريبية في بغداد وفي المحافظات. ولكن مثل هذه الأمور بصراحة مع الأسف الشديد غائبة وغير حاضرة، سواء من اتحاد كرة القدم أو حتى من اللجنة الفنية التي تتعامل مع موضوع الشهادات التدريبية كإسقاط فرض وعمل روتيني، وهذا لا يخلق الإبداع ولا التجدد ولا المنجز الذي ننتظره الجميع من كثرة المواهب، وانعدام من يصقل هذه المواهب بالشكل الصحيح ويمكن أن تخدم مسيرة منتخباتنا الوطنية. كل الشكر جزيل لك سيد يوسف على الصحف الرياضي على هذا الرأي، وبالتأكيد نتمنى فعلا أنه يكون مسموع من قبل اتحاد كرة القدم، لا ضير أنه اللجنة الفنية تبحث عن تنوع المحاضرين، مصادرهم وإمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق التطور. كثير أسماء عندنا على مستوى المحاضرين تكررت، وهذا أمر إذا ما بصعوبة أو يمتلك أو تمتلك اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم القدرة على تغييره أو إحلال محاضر مكان محاضر، فلا ضير في ذلك. مجموعة أخرى من الشخصيات والمدربين العاملين بالدورة التدريبية التي احتضنتها محافظة الموصل، نتابع.